ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في كبسولة بنكية جديدة، يلا بينا. كبسولة النهاردة هكلمكم عن موضوع مهم جدا. من حوالي اسبوع كده او 10 ايام فتحت موقع، لقيت الموقع ده مكتوب ايه؟ ان شركة امان للمدفوعات خدت ترخيص بمزاولة النشاط التمويلي النانو. ولو مش عارفين ببساطة يعني ايه هو نشاط التمويل النانو، اللي هو التمويل للفئات الضعيفة الدخل عن طريق صورة البطاقة الشخصية فقط. وصورة البطاقة الشخصية دي بتسمح لك ان انت تاخد تمويل من حوالي 100 جنيه لحد 3000 جنيه، هو ده التمويل النانو بكل اختصار. المهم فتحت ولقيت الخبر ده زي ما هوري حضراتكم دلوقتي. ما احنا شايفين امام تطلق برنامج التمويل الاسلامي وخدمه النانو فاينانس. تمام يا جماعه، خلينا ننزل تحت وتشوف الخبر مكتوب ايه. اطلقت شركه امان للتمويل ومتناهي الصغر، احدى شركات مجموعه امان العامله في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا الماليه المتكامله، برنامج التمويل الاسلامي وخدمه التمويل الاصغر اللي هي النانو، المعروف بالنانو فاينانس، لدعم الشركات الناشئه والمشروعات بمختلف احجامها. تعالوا بقى ايه خلاصه الخبر هنا، واحط لكم الخبر ده يا جماعه في صندوق الوصف بحيث ان انتم تتاكدوا من المصادر. واوضح البيان ان شركه امان من خلال منتج النانو فاينانس بصوره بطاقه الرقم القومي فقط، زي ما قلت لحضراتكم بصوره البطاقه بس، من خلال التطبيق الالكتروني للشركه، يعني زي ما قلت لحضراتكم من خلال الابلكيشن بتاع امان، وملء بياناته والحصول على التمويل في فتره تتراوح بين ساعات قليله، يعني ساعات قليله، الى يوم واحد من وقت تقديم الطلب، يعني تمويل سريع جدا. تعالوا بقى دلوقتي نشوف خبر تاني سريع. تمام يا جماعه، ده الخبر تاني من العربيه، واحط لكم برضو المصادر في صندوق الوصف. الهيئه العامه للرقابه الماليه، اهو ادي هو الخبر. اقتصاد مصر، مصر 18000 مواطن استخدموا منتج التمويل الاصغر حتى ابريل 2022 مدفوعا بترخيص الرقابه الماليه للشركتين جديدتين لتقديم النانو فاينانس. زي ما قلنا لحضراتكم في ضغط على التمويلات دي. خلينا بقى نخش على الملخص. قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران في بيان أن منتج التمويل الأصغر النانو فاينانس الذي يتيح تمويلا بحد أقصى 3000 جنيه زي ما قلت لحضراتكم مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يوما زي برضو ما قلت لحضراتكم، يستخدم بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجا للخدمات المالية وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل. زي ما حكينا لحضراتكم ان التمويل ده سريع جدا بالبطاقة بس، حيث يسعى منتج التمويل الأصغر بشكل خاص نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص والمشروعات المنزلية والبائعة اليومية والبائعة الجائلين من الجنسين الذكور والإناث. يعني زي ما قلت لحضراتكم في تصاعد كبير جدا وضغط كبير جدا الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية على برامج التمويل النانو أو التمويل السريع. وادي الخبرين وهم هحط لكم الرابط بتاعهم في الوصف في الديسكريبشن، ويلا بينا خلينا أوريكم إيه اللي حصل في تطبيق أمان. بعد ما شفت الخبر ما سكتش، قلت لازم اتاكد من الموضوع ده كويس جدا، لان طبعا عندي متابعين في القناه من اكتر اهتماماتهم الموضوع ده. قلت لازم اشوف لكم الموضوع ده ايه نهايته واجيب لكم خلاصته كله. قمت عامل ايه؟ قمت داخل على تطبيق امان زي ما هنشوف دلوقتي، يلا بينا. طبعا انا اسف ان التصوير دلوقتي هيكون بالطول وممكن ما يكونش ظاهر بالكامل. ادي اهو تطبيق امان، هتقول له ابدا طلب التمويل. كاتب لك هنا خدمات امان للتمويليه، كاتب لك ايه بقى؟ كاتب لك تمويل نقدي، يمكن طلب تمويل بمبلغ نقدي معين يخدم مشروعك القائم. تمام، يبقى ده مش تمويل سريع، ادي مشروع قائم. بيقول لك شروط وارشادات لبدء التمويل مع امان، ان يكون مصري جنسيه 21 سنه ومديك، لازم يكون عندك مشروع قائم يعني تطور بمشروعك، وده مش تمويل سريع فمش موجود. وفي تمويل تاني هم عاملينه علشان خاطر تقدر تقسط مثلا تليفونات او الكلام ده كله، فمش موجود الخدمه اللي انا ذكرتها لحضراتكم في الفيديو. حضراتكم شفتوا تطبيق امان ما عليهوش تمويل نانو خالص، فاتفاجئت طبعا لان الخبر من مصادر موثوقه جدا زي ما عرضت لحضراتكم. ولكن هل اسيب الموضوع ده للصدفه؟ قلت لا، قمت مكلم جايب رقم خدمه عملاء امان وقمت متصل على خدمه عملاء امان. ردت عليا الموظفه، الو السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لها لو سمحت بعد اذن حضرتك، انا كنت قرات خبر من مصدر كذا ان حضراتكم خدتم ترخيص لمزاوله نشاط التمويل النانو عن طريق صوره البطاقه فقط، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ الموظفه اكدت لي ان الكلام ده صحيح 100%، وفعلا هم خدوا الترخيص ده. ولكن انا زي ما وريتكم دلوقتي ان احنا دخلنا على الابلكيشن ولقيناش التمويل النانو موجود على الابلكيشن، فروحت قايلها طب انا حضرتك دلوقتي لما عاوز اقدم على التمويل النانو ده اقدم عليه عن طريق ايه؟ مفيش الا الابلكيشن بتاعكم. الابلكيشن بتاعكم مش موجود فيه خالص زي ما عرضت لحضراتكم دلوقتي في الفيديو.
طلعت عليا بصوت متردد كده وقالت لي طب يا فندم انت متاكد ان انت عامل احدث اصدار او احدث يعني محدث نسخه التطبيق امان من على جوجل بلاي دي احدث نسخه؟ قلت لها ايوه ده احدث نسخه وانا لسه منزل التطبيق دلوقتي من على المتجر. قالت لي طب يا فندم هو الخبر صحيح ولكن قلت لها طب هو الخدمه دي هتتفعل امتى؟ قالت لي الخدمه في طريقها للتفعيل يا فندم، اول ما هتتفعل هتنزل على الابلكيشن، هينزل على الابلكيشن تحديث الخدمه، تنزل هينزل على الابلكيشن تحديث، ولما يتلاقي التحديث ده يبقى حدث الابلكيشن، ساعتها هتنزل الخدمه دي جوه التطبيق. قلت لها طب الخدمه جوه التطبيق هتكون متاحه انت ما حددتليش وقت خالص؟ قالت لي ممكن تكون في الفتره القصيره القادمه تنزل على التطبيق، لان هم ملاحظين ان في طلب كبير على الخدمه دي، وقالت لي ان شاء الله هتنزل قريب يا فندم، وقفلت معاها المكالمه. يبقى ده ممكن اكدوا لي في خدمه العملاء ان هي هتنزل قريبا جدا جدا جدا، لان هم شايفين ان هي عليها ضغط كبير جدا، وزي ما حضراتكم كده شايفين مفيش اي تمويل نانو في الابلكيشن، ولكن انتظروا التحديث، واول ما التحديث هينزل على الابلكيشن والتمويل النانو ينزل هبلغ على طول حضراتكم. وعلشان كده ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل جديد، عشان ابلغ حضراتكم بكل جديد في موضوع برامج التمويل السريع. ملخص فيديو النهارده ان دلوقتي ابلكيشن امان عمل تمويل نانو يا جماعه، وهينزل ان شاء الله في اقرب وقت ممكن حسب كلام خدمه العملاء بتاعه شركه امان. طبعا شركه امان من الشركات العريقه جدا ومن الشركات المدفوعات الضخمه جدا، وطبعا كلنا عارفينها وغنيه عن التعريف تماما يا جماعه. يبقى بس اخواتي حبايبي نهينا حلقه النهارده كده عشان ما اطولش عليكم، وتدعموني باللايك وتنزلوا تشتركوا تحت في القناه وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وشكرا والسلام عليكم.